طبعا في جانب اخر في صديقي محمد علي ابو قطاطي، فهو الشاعر المحبوب من 40 مليون سوداني ومن 80 مليون كوري شمالي. زمان كنت بقول له كده، زمان كانوا 30 و60، دلوقتي زادوا بقوا 40 مليون سوداني زائد 80 مليون كوري شمالي، لأنه هو رئيس جمعية الصداقة السودانية الكورية الشمالية. لو مشيت له في البيت تلقى صور كيم إيل سونغ وكيم جون إيل والجماعة ديل، تلقاهم مع اللاجئين وهو الوحيد بين الشعراء السودانيين الشعبيين اللي قصايده مترجمة في كوريا الشمالية. أنا قلت له دلوقتي كوريا الشمالية دي عاملة مشاكل مع أمريكا، جايز يسألوا منك أبو قطاطي خلي بالك. المهم يعني الراجل مشى زار كوريا الشمالية 3 مرات واستقبلوه الرئيس كوريا، قابله والرئيس ده برضه بيسأل منه. يعني الشعر الغنائي بتاعه ده والشعر الشعبي ده ترجموه الكوريين وعندهم، وهو طبعا عنده كتب وعنده أشياء برضه مترجمة زي ناسوم درمان، زي ديوان درب المحبة. درب المحبة دي طبعا هي أغنية سمى بها الديوان، غناها الفنان الكبير أحمد الجابري، حيغنيها لنا ابننا المحترم جمال مصطفى. جدا جمال مصطفى الشهير بجمال فرفور. ضليت ساعي
هايل. اقول لكم الشكله، هو قام شتمني شتيمه الارازل بدون اي مناسبه. يعني انا لما طلع جريده الخرطوم قمت كتبت قصيده وانا قاصد اهزر، قمت قلت رسلتها لاخونا فضل الله محمد والباقي احمد عبد الله يعني اصحابنا، قلت لهم انشروها. وبعدين قلت فيها في بدايتها انه انا اتحدى شعراء السودان، اني انا امير الشعراء، فلينظروا الى هذه الخريده الفريده. وقلت الخريده الفريده. وبعدين قلت فيها طاوعني الشعر وكان له مد عصاني، ومن بنوت زفه وماشه تتباصاني، نسجت من الاحاسيس حلتي وقمصاني، بفرح اصيل جوا القلب خصاني. وبعدين استمريت بقى امير الشعراء انا وما لي اميرا تاني، ودائما سارح في بستاني. قلت كلام طويل عريض. الزين الجريفاء الله يرحمه قال لي يا اخي حكايه الخرتاية دي؟ قلت له خرتاية ايه؟ خريده يا زين يا اخي، خريده كلام عربي، يقول لك خرتاية هذه القصيده. وبعدين قام ابو قطات زعلان جدا، مشى لعتيق قال له يا اخي السرقدور ده بيتحدانا ولازم نعمل حاجه ما نخليه. قال له يا اخي ده رساله طويله، قوم كمان تشبك معي. نمشي امشي. مشى جاب العمده علي صالح جيب الله والزين الجريفه وعملوا جمعيه وكتبوا قصايد. ابو قطاتي قال في قصيدته، هي طويله ما حقول لكم كلها، لكن قال انا يا السرقدور عارفك طموح واناني، طمعان في الاماره بدون جهود وتفاني. بعدين انا ايوه انا وحدي الامير وعلى الجميع سلطاني، عيب يا صاحبي ان تجرت تتحداني. وقام قال كلام قال يعني قصيده طويله ونشروها جانبها، ولكن الراجل صاحبي في الاخر ها ها ابو اتاتا سكرتيرتي انا او 5 سنين الاستاذ ابو اتاتا سال منك. طيب يا بنت اخر مره زرته في القاهره جه هناك علاجا ربنا يديه الصحه، ومعه ولده ناصر. اول ما دخلت عليه وقال لي بيسحروك، قلت له اسمع بتعمل ترويج لاغانيك؟ قال لي لا خلاص نغير، نقول من هناك يا صغير. طيب نهدي له وبيسحروك، وان شاء الله ما يسحروك يا ابو قطاتي ويا طه سليمان. في بنات الجيل بشوف حسنك فريد، في الطوام زي الغصون ويكتيني ميل. في بنات الجيل بشوف حسنك فريد، في الطوام زي الغصون ويكتيني ميل. والجمال الباطن الفايت الحدود، فايت الحضور. ربنا يغطيه من عين الحسود، والله خايف في مشيك بيسحروه بيسحروه، ولو شافوا الخدود ولا شافوا العيون المفقود السود. عيون بيسحروك في البسمة لو شافوا السنون، خوفي بس يا حلوة مصيبك عيون، بيسحروك في البسمة لو شافوا السنون.
والسمارة الباقي ليك يا حلوة لون يا شبيك الغربة قد ما يسحرون 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 وشاق الفضول كل شاق العين مفهوم الشصور والعجيب حتى الحسان مني التغيير شافنا الجسم اللطيف زي الحرير والعجيب حتى الحسان مني التغيير شافنا الجسم اللطيف زي الحرير والغزال حاسك عشان فيك الضمير والغزال حاسك عشان فيك الضمير بينك يستعيد يسحروك الناس عشان ما بيشبهوك يسحروك هم لو شافوا الخدود ولا شافوا العالم المفهوم السلوك يسحروك حلوة لو شافوا الخدود شافوا العيون المكحول السرور ولا شافوا العيون المكحول السرور ولا شافوا العيون المكحول السرور ولا شافوا العيون المكحول السرور. صديقي الشاعر الكبير محمد علي أبو قطاطي، ربنا يخليك ويخلي الأسرة وأهلنا الجموعية، ودمت دائما إنسانا رائعا وشاعرا مبدعا. إلى اللقاء. قمنا على وهلنا.